إمام الأنبياء والمرسلين، فخصصناكم بهذا الميراث فلا تضيعوا إرثكم، وحافظوا عليه وعرفوا فضله وشرفه. هذا أول الامتنان وبيان فضل الميراث وهو القرآن، وتنبيه الأمة المحمدية أن تتمسك بهذا الميراث العظيم الذي خصه الله بها. وكيف يكون ذلك؟ أن تحافظ على الميراث، وكلما كان الميراث نفيسا حافظ عليه الوارث أكثر. وهل هناك أعظم من كتاب الله، أو أشرف، أو أعلى، أو أحكم، أو أعلم؟ لا. إذن حافظ على هذا الميراث تحققا بما جاء به من العقيدة، العقائد الإيمانية التي جاء بها، تحققا اتمارا بأوامره، امتناء عما نهى، تخلقا بأخلاقه، تأدبا بآدابه، تلاوة لنصوصه. فإذا أنت فعلت ذلك فقد حافظت على هذا الميراث، وأنت لك الشرف الأكبر، وصار هذا القرآن حجة لك يوم القيامة بين يدي رب العالمين. فلا تتخذ كتاب الله مهجورا. وقال الرسول يوم القيامة: يشكو الذي يشكو ربه، يشكو إلى ربه، ويذكر له أمر الذين أعرضوا عن كتاب الله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي كفار يعني. إذا لا تتخذوا مهجورا، اتخذوا كتابا منشورا، تقرأه وتتلوه وتعمل به متخلقا بآدابه بأخلاقه متنبرا بأوامره. هذا القرآن العظيم تتحقق به عملا بما أمرك الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل من قرأ وعمل أنه ينتفع وينفع آباءه. قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أعظم من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم. قال: فما ظنكم بالذي عمل به؟ أنت قرأت وعمل انتفعت ونفعت أباك وأمك، فألبسته ما تاجا من النور ضوءه أعظم من ضوء الشمس لو دخلت به. هذا جزاء أبيك وأمك، فكم أنت ثوابك عند الله أنت أيها القارئ. ثم هذا القرآن الكريم إذا تلمته أنت تسير إلى الله، تلاوتك للقرآن سير وسلوك إلى الله جل وعلا. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث رواه أصحاب السنة: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يبدأ من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل، أي يختم فيعود، فيختم فيعود، دائما بقرأ ختم ولا ختم، تنتهي ختم ولا ختم، على حسب تيسير الله، بقى كل شهر، كل 20 يوم، كل 10 كيف إلى آخره. قال: هذا حال ومرتحل، أي مثل السائر يمشي فيتعب فيحل ثم يستريح وهكذا. هذا حال مرتحل سالك سائر إلى من؟ إلى رب العالمين. ولا بد لمن سلك وسار الطريق إلى الله أن يصل إلى الله بسلام. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام لمن يقرأ القرآن ومدى سيره وسلوكه في تلاوته لكتاب الله والمواظبة على القرآن الكريم أنه يقطع المسافات حتى يلتحق بالسفرة الكرام البارحة. قال: إيه هي؟ قل له: نعم. قال: لا ما أصي. قل له: الأمر هي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، ما هو على كيفك أنت، الطريق إلى الله مو على كيفك أنت، والقرب إلى الله مو على كيفك أنت، بتقول ما في غير هالطريق موصل إلى الله، الطرق إلى الله ما يعلمها إلا الله يا إنسان. قال: من قال الماهر القرآن
الماهر بالقرآن مع الثغرة الكرام البررة. قال: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني هناك من الناس من يقرأ بسهولة ويسر، يمهر بمهارة فيقرأ بمهارة وسهولة، قال مع الثغرة الكرام البررة. هناك من يقرأ ويتعتع وهو شاق عليه صعوبة، قال نعم له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة أيضا.